هذه عودة من جديد إلى الملخص الرياضي بعد أقوال الصحف. وكالعادة الزميل محمد فضل الله، صباح الخير. السلام عليكم محمد فضل الله، يعني على بال ما يكون جاهز، وكمان يطمنا على استعدادات المنتخب وأيضا مجريات المعسكر بما يخص المنتخب القومي. بالأمس طبعا خبر تجديد مبابي لباريس سان جيرمان ل 2025 برضو يعني أحدث يعني نقاشات وأيضا تفاعلات كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. محمد فضل الله جاهز؟ هو دائما ما يكون جاهز. محمد فضل الله صباح الخير. كركساوي كيفك؟ صباح الخير، تحيه ليك وتحيه مستشفى القناه الازرق والزملاء الازرق العمل. الله يخليك. استعدادات المنتخب ولا مجريات المعسكر؟ ايوه طبعا، امبارح بدا خلاص التجمع بتاعهم استدعوا اللاعبين وطوار دخلوا في معسكر مغلق وبدوا تدريباتهم مباشره عشان يستعدوا للجولتين الاولى والثانيه في تصفيات امم افريقيا اللي حتكون نهايتها في ساحل العاج، ولقطعنا لاعبين في المجموعه اللي فيها موريتانيا والكونغو الديمقراطيه والغابون، وحيبدوا بموريتانيا يوم 4/6 تقريبا، نعم 4/6، وطوال بعدها باربع يوم لاعبين مع كمان الكونغو الديمقراطيه، يعني ضغطه شديده جدا. فنتمنى لهم التوفيق باذن الله تعالى في كره القدم مشان ما حققوا نتائج كويسة وتبقى لهم الوصول للنهائيات عادي جدا، زي ما وصلنا السنة اللي فاتت دي، كمان لو وصلنا السنة دي بيكون كويس إن شاء الله. يعني ناس برهان ومعزة ومحسن والنجوم تم اختيارهم للمنتخب يجدوا اهتمام كبير جدا، وكمان يعني من قبل اتحاد الكورة ومن كل الجميع يعني التفوا حول المنتخب، و نشوف ان شاء الله نتائج مشرفه وعوده للنهائيات. يعني تقريبا زي ما قلت لك قريبه من بعض كده كويسه بعد ذاك عشان افكر في كمان كاس العالم وتطور الكوره. وعلى ذكر الالتفات والاهتمام بالمنتخب، يعني نعم، انت الان من خلال متابعاتك كيف بترى الدعم المادي والدعم الفني ووقفه الجميع مع المنتخب؟ والله يا كركسات، انا هو المنتخب بس يشرف عليه زول واحد كده وبيهتم به واكثر، بعد ذاك الناس اللي هيعمل نتائج بيعملوا يعني يلتفوا حوله شويه كده. لكن يعني المنتخب ده المفروض ما يحتاج لزول، يعني الدوله اتحاد الكوره تكون كل همها انه يكون يعني همها المنتخب بتاع البلد وعنوانه. فالناس في الفتره دي مجتهدين اجتهادات برضه فرديه كبيره جدا، وبس انه يعني المنتخب يكون عنده كلمته، وتم تنفيذ الحاجات كويسه جدا، لعبوا مباريات وديه، حيلعبوا ثاني مباريات وديه احتمال برضه مع جنوب السودان برضه عشان تكون لهم برضه اداء جيد جدا. ف يعني يا دوبك بدا التجمع ده، الناس ان شاء الله يهتموا اهتمام كبير ويكونوا كلهم ملتفين حول المنتخب عشان يعمل نتائج كويسه جدا باذن الله، وما يحتاج لزول يعني. طيب. يعني ان شاء الله اتوقع انه يعني يكون في اهتمام كبير جدا المنتخب في الفتره الجايه كركا ان شاء الله. بقيه شاء الملخص الله. الملخص يمكن امبارح كان في مباريات في الدوريات المختلفه، الدوريات الاوروبيه بالذات الدوري الفرنسي طبعا اختتم مبارياته، وباريس سان جيرمان اصلا بطل المنافسه ويعني حسم اموره بدري امبارح، فاز 5-0 على نيدز اللي هبط للدرجة الأقل في الدوري الفرنسي لكرة القدم. وتجديد مبابي نعم، وتجديد لإمبابي للعام، يمكن دي من أبرز الأحداث. التجديد لإمبابي 100 مليون دولار في العام دي برضو كان حدث كبير جدا، الناس كانت متوقعة إمبابي يمكن يمشي لريال مدريد، لكن هو بقي بي لغاية 2025، ودي بيكون برضو حدث كبير جدا بالنسبة لي مبابي يكون في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. برضو يمكن الدوريات الدوري الإنجليزي الختام بتاعه مباريات ساخنة جدا، يعني كسا يمكن فرق نقطة بين مانشستر سيتي
وليفربول، وهم لاعبين الليله مع بعض، يعني لاعبين مبارياتهم في الجوله دي. يمكن ليفربول لاعب مع ولفرهامبتون، ومانشستر سيتي لاعب مع استون فيلا، لكن الليفر بينتظر انه مانشستر سيتي يتعثر باعتبار انه متفضل عليه بنقطه، يعني 90 نقطه مقابل 89 لليفربول. فاذا مانشستر سيتي اراد الفوز ببطوله الدوري عليه ان يفوز على استون فيلا اليوم على ارضه باي عدد، يعني باي نتيجه، المهم يحقق الانتصار بيفوز ببطوله الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم. اما اذا تعادل او خسر وليفربول حقق الفوز، فممكن يكون ليفربول هو بطل للدوري الانجليزي. الليله عندهم طبعا ختام الدوري الانجليزي دائما بتتلعب 10 مباريات في يوم واحد وفي زمن واحد طبعا، لانه فيها برضه فرق عاوزه تتاهل لتمثل يعني انجلترا في البطولات الاوروبيه. المباريات العشر الليله الساعه 5، ونتوقع انه برضه يمكن يكون فيها اداء مميز جدا، لانه يعني الموضوع بتاع التاهل للدوري الاوروبي ده برضه يمكن خاضع لحاجات كثيره من خلال اداء المباريات اليوم. يعني يمكن الجوله بشوف مانشستر سيتي ليفربول بيصاروا على اللقب، وتوتنهام وارسنال برضو التمثيل في دوري الابطال، واحد فيهم حيمشي، مانشستر يونايتد وست هام بيصاروا في دوري المؤتمر الاوروبي اللي حيكون في الموسم الجديد. شكرا لك يا كركع. شكرا لك انت محمد، دائما بتوافينا بالملخص الرياضي المحلي وحتى العالمي بجداره.